مساء الخير واهلا بيكم بحلقه جديده سعيده من بوكس تو بوكس. الاهلي بيمثل الفرحه المصريه، علشان كده النهارده قصدت ابدا معاكم بصوت جميل دليدة، مش ممكن انساك يا بلدي، عشان دي رساله تتوجه لكل الناس. للعيبه الاهلي بنقول لهم مصر خلاص مستنيه الكاس، بلدك مستنيه كاس افريقيا. للجهاز الفني للاهلي بنقول له مصر مستنيه كاس افريقيا. جمهور الاهلي بنقول له مصر مستنيه كاس افريقيا. واستاد القاهره المدرجات بتاعته مستنياك تملاه على عينه. وللمسؤولين بنقول لهم دعم الاهلي اصبح واجب في المرحله دي، عشان كلنا مستنيين مصر افريقيا. وبنقول لمصر بلدنا الحلوه، الاهلي دلوقتي هو الزعيم، هو الكبير بتاع افريقيا. نادي الاهلي المصري بنقول لبلدنا هو الزعيم بتاع افريقيا، وبلدنا تستاهل قد كده مليون مرة. فوز الاهلي على الترجي رايح جاي، وصعود الاهلي للمباراة النهائية، وحديث القارة الافريقية، وحديث وكالات الانباء، وحديث الدنيا كلها، لدرجة ان الناس كلها حتى وكالات بره وكالات جوه بتقارن بينه دلوقتي وبين ريال مدريد في الوصول للنهائيات والمباريات النهائية في البطولات القارية، لدرجة ان المقارنات اتعملت. لو يورونا الشباب كده المقارنة، بص المقارنات اتعملت النهائيات القارية والعالمية في القرن 21، الاهلي بيتفوق حتى على ريال مدريد. الاهلي 23 مرة وريال مدريد 17 مرة. فأصبح الأهلي هو البسمة الحلوة لكرة القدم المصرية. وإحنا شعب بيحب الكورة ويعشق الكورة. وعلى فكرة لما يكون عندنا نموذج زي النادي الأهلي لازم نحافظ عليه ونفخر بيه، أي حد لازم يفخر بيه. حط التشجيع وحط بعض الصفات اللي موجودة في عالم كرة القدم على جنب. بس الأهلي بيمثل نجاح كبير جدا في الفترة الأخيرة. الحقيقة يعني لما تلاقي نادي يوصل النهاية 4 مرات ورا بعض في أهم بطولة في القارة الإفريقية يستحق مننا كل التقدير والاحترام. لما آخر 3 مرات يكسب منهم 2 فالنادي ده يستحق كل التقدير والاحترام. لما آخر 7 سنين يوصل النهاية 6 مرات يبقى النادي ده يستحق كل التقدير والاحترام. لما كل الناس وتشاور وتقول إن البطولة دي اللي هتخلص عن النادي الأهلي وهيخرج وخلاص والمستوى وكل الحواديت دي، وتتفاجئ بإن المارد ينطلق من بيته ويحطم كل العقبات اللي قدامه وكل المنافسين اللي قدامه ويتأهل للمباراة النهائية بجدارة وباستحقاق. قيس الأربعة اللي وصلوا سيمي فاينال، هتلاقي أقدر نادي لعب وكافح واجتهد ونتائج وأداء ولياقة وتركيز وطموح ورغبة وكل حاجة ووصل للمباراة النهائية هو النادي الأهلي. حتى الوداد حقق المفاجأة قدام سان داونز، بس وصل بشق الأنفس. الأهلي وصل بفروق فردية وفنية وجماعية قدام الترجي، مع كل التقدير لنادي الترجي ومكانة وقيمة وتاريخ نادي الترجي العظيم. لكن الاهلي صعب، الاهلي اصبح فريق صعب في مواجهة اي حد، اصبح فريق صعب.